السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض وحدتنا الجميلة دي. زي ما شايفين كده احنا اشتغلنا 4 ادوار، كل دور مختلف في الغرزة وفي نوع الخيط وفي الالوان كمان. تعالوا بقى نشوف احنا نشتغل النهاردة مع بعض الدور الخامس والسادس. هو عبارة عن اللون الاحمر اللي شايفينه ده، هو عبارة عن تكرار دورين. الدور الاول عبارة عن 4 سلسلة بنثبتهم قبلها وبعدها بغرز حشو، وبعد كده الدور اللي بعده زي ما شايفين بيعمل فراغ جوايا كده، بنشتغل على كل مجموعة سلاسل بنشتغل عليهم 2 غرزة بوب كورن. زي ما شايفين كده بنشتغلهم فين؟ بنشتغلهم فوق اخر دور احنا اشتغلناه. تعالوا بقى مع بعض نجيب اخر بواقي خيوط عندنا باللون الاحمر ونشوف كده هنشتغل ازاي. انا عايزة اثبت الخيط بتاعي وبعدين ارتفع 4 سلسلة. بصوا انا عايزة اثبته فين؟ انا بثبته بالظبط فوق غرزة الباف. بندخل فوق منها وبنسحب الخيط وبنبدأ نرتفع 4 سلسلة. 1 2 3 4. هنعمل ايه؟ هنيجي في الغرزة الحشو اللي بعدها فوق غرزة الباف ونقفل برضو بغرزة حشو. نبعد طرف الخيط عشان بعد كده هنخفيه جوه الشغل. تمام كده نرتفع تاني 4 سلسلة وبعدين نقفل فوق غرزة الباف بغرزة حشو. هنبدأ نشتغل الدوران كامل بتاع الدايرة بنفس الطريقة دي، نرتفع 4 سلسلة ونقفل فوق غرزة الباف اللي بعدها بغرزة حشو. لو بصينا على ظهر الشغل هنلاقيه كله عبارة عن دايرة موجودة من سلاسل زي ما انتوا شايفين كده. هوريها لكم دلوقتي حالا. بصوا كده ظهر الشغل عبارة عن سلاسل، انا بس بثبتها بغرز حشو. كمل الدايرة كلها وارجع لكم. انا كده خلصت كل السلاسل بتاعتنا وثبتها كلها وارتفعت 4 سلسلة. اخر 4 سلسلة نثبت فين؟ نثبت في اول غرزة اشتغلنا فيها، وكمان هنشتغلها غرزة حشو. نبدأ بقى نشتغل غرز البوب كورن. ما تنسوش تخفوا طرف الخيط وانتوا شغالين اللي بيختفي بشكل جيد، لان احنا بنشتغل غرز بوب كورن. زي ما انتوا شايفين كده بنشتغل فوق كل مجموعة سلاسل، كل 4 سلاسل بنشتغل عليها 2 غرزة بوب كورن. الغرزة الواحدة بتتكون من 5 عمود بلفة. زي ما شايفين كده الغرزة بتبقى تقيلة وسميكة وليها تقلها. هوريها لكم احنا هنشتغلها كلها داير ما يدور الدايرة. اول حاجة هنعملها ندخل جوه الفراغ ونقفل بغرزة منزلقة ونرتفع 3 سلسلة. ده كده اول عمود معايا. هنشتغل 4 عمود بلفة. عشان يبقى معايا 5 عمود بلفة بارتفاع اول سلسلة. بنقفل فين؟ بنقفل في اول ارتفاع في السلسلة. وكده يبقى معانا 5 عمود بلفة وقفلناهم وبقت اول غرزة بوب كورن. بعد كده بناخد 2 سلسلة ونرجع نشتغل في نفس الفراغ تاني غرزة بوب كورن. عبارة عن ايه؟ 5 عمود بلفة. كده معانا 4 عمود. نشتغل الخامس ونرجع نسحب الخيط وندخل في اول عمود عملناه ونقفل بغرزة منزلقة. تمام كده نرتفع 2 سلسلة ونرجع نشتغل في الفراغ اللي بعده. هنبدأ نبني جواها 2 غرزة بوب كورن. وما تنسوش تثبتوا طرف الخيط معاكم. كده 5 غرزة معانا. نبدأ بقى نسحب الخيط ونثبت في اول غرزة. شايفين ازاي احنا بندخل في اول غرزة وناخد طرف الخيط نسحبه منزلقة ونرتفع 2 سلسلة ونبدأ نشتغل تاني غرزة. فوق كل فراغ بنشتغل 2 غرزة بوب كورن. تمام كده غرزة البوب كورن الواحدة عندنا عبارة عن 5 عمود بلفة.
نرجع بقى نقفلهم في أول غرزة بغرزة منزلقة. لازم نشوف بصوا فين فوق، هندخل جوه حرف الفي بتاع الغرزة ونسحب طرف الغرزة بتاعتنا الأخيرة ونقفلها فيها بغرزة منزلقة، وبعدين نرتفع 2 سلسلة. جوه كل مجموعة سلاسل بنشتغل 2 غرزة بوب كورن بالشكل ده. هنكمل بقى كل الدايرة بالشكل ده. نبدأ بقى نشتغل أول غرزة بوب كورن تاني، أول غرزة أول عمود تاني، ونكمل بقية غرز البوب كورن بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين كده الموضوع سهل جدا، كلها عبارة عن 5 عمود بلفة وبنقفلهم في أول عمود. دي هي ملخص غرزة البوب كورن. بنشتغل تكنيك الشغل بتاعنا، فوق كل 4 سلسلة بنشتغل فوق منها 2 غرزة بوب كورن. نبدأ بقى نقص طرف الخيط بتاعنا عشان يختفي بشكل نظيف وما يبانش بعد كده في الشغل. كده خلاص هو اختفى بشكل جيد. نشيل بس الطرف عشان ما يدقناش في الشغل وما يبانش تاني معانا خلاص. ونبدأ بقى نكمل غرزنا بشكل سريع. انا ظني وشرحتها بشكل واضح. انا بس عايزة اوريكم ان احنا الموضوع سهل جدا. بنشتغل غرزة بكل بساطة. اي وحدة او مفرش بنشتغله بشكل بغرز مختلفة وبتكنيك مختلف. هي الغرزة في الاخر هتلاقوا ان كل الغرز واحدة، هي كلها تقريبا غرزة العمود بلفة او نص عمود او غرزة حشو، الغرز الاساسية اللي كلنا عارفينها. كل اللي بيختلف في شكل الوحدة او وحدة تانية ازاي بنستخدم الغرز الاساسية دي عشان نطلع الشغل بشكل جميل. زي ما شايفين كده احنا بنشتغل بشكل حلو بغرز سلسة وسهلة، وفي الاخر ما يطلع معنا واحدة مميزة جدا زي ما انتوا شايفين. انا هبدأ بس اخلصها معاكم بسرعة، انا بجري بس الفيديو عشان مش عايزة اطول عليكم. عايزة اوريكم بس شكل الغرز. احنا بنبدأ نشتغل فوق كل سلسلة 2 غرزة بوب كورن. معايا 16 غرزة تحت، يبقى انا كده هشتغل 32 غرزة بوب كورن. طبعا طول ما احنا شغالين بنعد عشان ما نتلخبطش في العدد، عشان العدد ده بيفرق معانا في الاخر في شكل الوحدة وفي المربع ازاي يكون مظبوط ولا لا. لازم نكون متأكدين طول ما احنا شغالين ان احنا شغالين عدد مظبوط. شايفين ازاي انا هبدأ؟ بصوا هنا 1 2 3 4 5 6 7 كده معايا 14 غرزة. نكملها كلها وارجع تاني. كده خلصت بقى ال 32 غرزة، انا كان معايا 16. بصوا احنا لازم نعد غرزنا زي ما قلتلكوا، هيطلعوا معايا 32 غرزة، 32 غرزة بوب كورن. بعد كده نرتفع 2 سلسلة ونقفل في اول غرزة بوب كورن. هنقفل بمنزلقة ونثبت الخيط بتاعنا ونقص الطرف. كده انتهى الجزء بتاعنا بتاع النهاردة وخلصنا الجزء. عايزة اوريكم شكل الغرزة وجمالها والغرزة ليها سماكة وتقل ازاي زي ما انتوا شايفين. باقي معانا بس نشتغل الجزء اللي بلون البيج عشان فيه بس شوية حسابات هوريكم ازاي هنعملها. شايفين جمال الغرزة بتاعتنا؟ شايفين غرزة بارزة فيها مجسمة؟ شايفين حتى السمك بتاعها والتخانة بتاعتها ممتازة جدا. شايفين جمال الغرزة بتاعتنا وبارزة ازاي؟ لو عجبتكم الوحدة دي وعجبكم شغل النهاردة متنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد، وتعملوا سبسكرايب للقناة، وانتظرونا ان شاء الله في الجزء الأخير من الوحدة الجميلة بتاعتنا. والسلام عليكم ورحمة الله.